لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة 13، قال منظار البطن. قال تكلمنا عن المنظار الذي يعطى للمريض مع البلعوم، سبق الكلام عن المنظار اللي بيدخل من الايه، من المدخل المعتاد. نعم، هنا الكلام عن المنظار. قال فالمريء الى المعد، قال تكلمنا عن المنظار الذي يعطى للمريض مع البلعوم، فالمريء الى المعده، يعني يدخل من البلعوم الى المريء الى المعده، هذا هو نوع من المناظير. ومن انواع المناظير ما نتكلم عنه الان، وهو منظار انتشر بعد تطور الطب، يدخل في بطن المريض او يدخل في بطن المريض عن طريق جدار البطن، فتفتح فتحة صغيرة في جدار البطن، ثم يدخل هذا المنظار، وهذا المنظار يذهب إلى تجويف البطن لكنه لا يذهب إلى المعدة. إيه الفرق بقى بين الكلمتين دول؟ ها؟ تجويف البطن اللي هو في الحواشي عموما، أما المعدة شيء آخر. يعني الجوف أيهما؟ اللي هو تجويف المعدة ده مش هو الإيه؟ مش هو الجوف. احنا عندنا اصطلاح اسمه الجوف، هو ده اللي عليه الكلام. ما هو الجوف؟ المعدة والأمعاء والبلعوم احتياط. يبقى إذا لو وصل هو تجويف البطن، لا مش في الايه، ما وصلش الجوف، ما وصلش. احنا كلنا متصورين الخريطة بتاعت الجهاز الهضمي والحاجات دي، فهو حوالين بقى الجهاز الهضمي لكن مش جوه الايه، المعدة. قال لكنه لا يذهب إلى المعدة. فإذا قلنا طب لو ذهب إلى المعدة هيبقى الكلام فيه تاني، لأنه في بعض العلماء قال إنه مجرد دخول المعدة هيعمل إيه؟ يفسد الصوم. إحنا سبق الكلام إنه هو ده بيدخل وبيعمل إيه؟ وبيخرج، ما بيستقرش في المعدة إلا إذا صاحب معه في المعدة مواد في معنى الأكل والشرب. ده المنظار ده مش في المعدة، المنظار ده فين؟ في يعني تجويف البطن. قال لكن إذا حصرنا كما مر معنا واتفقنا في الدرس الأول أن الجوف مقصود به المعدة، وقلنا إن المعدة وليه والأمعاء والمريء. قال فإن هذا المنظار لا يذهب إلى المعدة، إنما هذا المنظار يذهب إما لأغراض علاجية مثل استئصال المرارة أو استئصال الزائدة الدودية أو استئصال حصوات معينة، وهو أحيانا يكون لأغراض تشخيصية تصوير ونحو ذلك، وأحيانا يكون لأخذ عينات من الكبد أو نحو ذلك، فهو لا يصل إلى المعدة وإنما يذهب إلى تجويف البطن، إلى الزائدة أو المرارة أو الكلى أو الكبد أو نحو ذلك. فما حكم هذا المنظار الذي يصل إلى البطن؟ قال هذا المنظار حكمه تابع للخلاف الذي ذكرناه في الدرس الأول، وهو المقصود بالجوف. فمن قال إن المنظار يفطر لأنه يعتبر جوفا، فمن قال بأن تجويف البطن يعتبر جوفا، اللي قال إن تجويف البطن ده يعتبر جوف، وده قول غير صحيح طبعا، وأن ما وصل إليه يعتبر مفطرا، فإنه يقول إن هذا المنظار إيش؟ يفطر، لأنه يصل إلى الجوف. ولكن حينما نتأمل أن هذا المنظار أولا لا يصل إلى الجوف الذي رجحنا أنه الجوف وهو المعدة، ونضيف والأمعاء والمريء، يبقى ده ما بيوصلش ليه؟ الجوف. نعم. الثاني أن هذا المنظار ليس مما يطعم ولا يشرب، فحتى لو وصل إلى المعدة، فقد سبق وأن قررنا أنه لو وصل إلى المعدة شيء مما لا يطعم ولا يشرب كان كأن يبتلع
أو كأن يبتلع الإنسان خرزة مثلا أو حديدة أو قرشا أو نحو ذلك، لا يفطر بذلك. فإننا نقول إن هذا المنظار أولا لا يصل إلى الجوف الذي رجحناه وهو المعدة والأمعاء والمني، وثانيا أن هذا المنظار لو وصل فإنه ليس مما يطعم ولا مما يشرب، ولهذا فإن الراجح هو أن منظار البطن ليس مما نص الشارع على أنه يحصل الفطر به، وهذا هو الكلام الصحيح ولا في معنى المنصوص. ولهذا اتخذ مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع على أن منظار البطن لا يحصل الفطر به، وهذا بالطبع كما قلت لكم في مسألة القسطرة ما لم يصاحب هذا أمور أخرى فتبحث لوحدها. لكن المنظار إذا أدخل المريض دون أو أدخل المريض دون أن يعطى أشياء أخرى أو محاليل أو سكريات أو أملاح أو نحو ذلك، فإن المنظار بحد ذاته ليس مفطرا على الصحيح من قولي العلماء، والذي اتخذ فيه مجمع الفقه الإسلامي قرارا بالإجماع أنه لا يحصل الفطر به. يبقى ذا منظار البطن وليس منظار المعدة، فمنظار البطن لا يفطر، منظار البطن لا يفطر. لماذا؟ لأنه لا يصل إلى الجوف، لا يصل إلى الجوف، وهو كذلك ليس في معنى الأكل والشرب، وعليه فإنه لا يفطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.